مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والفقرة دي هتكون مميزة جدا، والفقرة دي كمان بناشد فيها كل الشباب والبنات اللي ليهم كارير شيفت او اللي عاوزين يعملوا لنفسهم براند او وظيفة او شغل بجانب الدراسة يتواصلوا معايا. طبعا الفقرة دي هتكون بعنوان مبادرة دعم الشباب والفتيات، وهيكون معايا فيها دنيا محمد مجدي، طالبة بكلية آداب عبري وعندها كام سنة؟ 19. صباح الخير يا دنيا. صباح الخير يا رشا. 19 سنة. كلميني بقى عن ال 19 سنة واحنا بندرس وعندنا براند حلو زي ده. بصي، هو انا بدأت بصراحة، انا بحب الرسم جدا جدا، وفضلت برسم فترة كبيرة، وبعد كده ابتديت ان انا اخد كورسات في الرسم، وفيما بعد جت فترة الكورونا قعدت من الكلية. هو انا مش بحب المذاكرة ولا حاجة، بس اللي هو بتسليني. قعدت فترة الكورونا مش بنزل ومش بتحرك، بدأت أفكر هعمل إيه في البيت وكده. قعدت ألعب بقى في حاجة النيش بتاعت ماما اللي هي ممنوع تتلمس دي، طبعا. ماشي. قعدت أعمل فيها حاجات، أدور على فيديوهات على اليوتيوب لناس أجانب بيعملوا أشكال حاجات بالخشب والورق والفوم، يعني انت وعملت. علمتي نفسك بنفسك، أنا علمت برافو، نفسي بنفسي، كملي ربنا يخليك. كملي. بس فابتديت كده، ابتديت بالحاجات اللي هي في البيت دي، وبعد كده بعد فترة عملت القلب الخشب، وده كانت أول حاجة عملته خالص. قلب ده، رسمت الرسمة بتاعته على ورق الأول. دي صورك انتي واصحابك اه عملته ليا انا واصحابي، برافو. وعملته بعد كده على الخشب. وفيما بعد بقى لما صورته لاصحابي قالوا لي الله شكله حلو، حلو راحت قوي. ماما وبابا بصراحة ربنا راح قالوا لي ما تبتدي تعملي حاجة كده ليكي. حلو، دي يعني دي تقريبا اهم نقطة قلتيها، مين اللي دعمك؟ فقلتي ماما وبابا. هما تمام. كانوا سبب. هو بابا بصراحة هو الداعم كمان الأكبر ليا، عشان هو مهندس ديكور، برافو، فبيعمل شغلي ديكور، وأنا كان نفسي جدا جدا أكون مهندسة ديكور زيه، بس الحمد لله. ده حلو. انت عملتي ف براند ليكي وانت عندك 19 سنة. طبعا البراند بتاعك اسمه جيفتس كورنر، صح كده؟ الجروب بتاعك على الفيسبوك بالاسم ده، أو فأي حد حابب يتواصل معاكي يتواصل معاكي بسيرش على الجروب، طبعا هينزل اسم الجروب على الشاشة دلوقتي. كملي لي بقى، قولي لي يا دنيا ايه الصعوبات اللي واجهتك وانت عندك طبعا 19 سنة ولسه بندرس، وكنا في فترة الكورونا فترة صعبة جدا طبعا على كل الناس، وعملنا براند زي ده ونجح معانا. الصعوبات اللي واجهتني ان الناس طبعا الشغل الاونلاين بيوصل لهم مش حلو، فهم بيكونش واثقين 100% تقصدي يعني ان الناس واخده فكره عن عن الاونلاين يعني؟ الاونلاين وحشه جدا. بس الحمد لله كل ما بيوصل اوردر من العميل هو لوحده بيدخل على البيج يعمل لي ريفيو. الحمد برافو، لله نسبه الريفيوهات عندي عليت جدا جدا، وصلت ل 80% ما شاء الله. من البيج. الحمد لله مفيش اوردر وصلته والعروسه ما قالتليش الله ده احلى من اللي انا كنت متخيلاه. برافو. طب قولي لي يا دنيا انت البراند بتاعك بيقدم ايه؟ بصي، انا ابتديت بعد القلوب والحاجات بتاعت الهدايا بقيت اعمل صواني الشبكه، اللي هي الصواني الحمراء اللي عندك دي. دي ايوه، دي صواني بنقدم فيها الشبكه، دي بيحطوا فيها الشبكه وبحط لهم اسمائهم، تمام، الكاميرا وبيرصوا فيها جايباها الشبكه. معانا. بعملها بالظبط بالالوان اللي هي تحبها، بنختار من لون برافو. الفستان. احنا كمان هيكون معانا صور واحنا بنتكلم دلوقتي هتنزل على الشاشة، ويا ريت تكلمينا عنها. ده ايه؟ دي انفيتيشن فرح، برافو. وده منزل كاتب كتاب، انا اللي بختار الديزاين وبصممه. تمام. ده جيست بوك، جيست البوك ده المعازيم بيكتبوا عليه، بس بس ده فكرة جار جديدة شوية. عشان ده بيتعلق. دي ويلكم بورد، الويلكم بورد دي بنستخدمها بقى في الافراح. دي انفيتيشن فرح برضو بس دي اكريليك، برافو. تمام. قولي لي يا دنيا اللي دي بيعمل هدية. الديزاين انت بقى ولا مين؟ انا اللي بعمل كل حاجة دلوقتي، بقى معايا تيم عمل. دي كنت الاول. ده جرب عروسة، برافو. وده هير بيس، برافو يا دنيا. انت تقريبا بتقدمي كل حاجة بتخص العروس. العروسة، وكمان بالإضافة للهدايا انا شفت صورة هدية هنا. دي ودي ايه؟ صينية، صينية تقديم عادي للبيت. دي صينية، دي انت احنا اختلفنا خالص عن الصواني اللي احنا نعرفها، صح؟ غير الصواني اللي هي العادية المعتادة التقليدية دي. طيب انت بقى ايه، انا شايفة هنا حاجة، طبعا انت بقى امسكيها كده. ده ايه يعني؟ ده ده طقم كده جاتوه، طقم الجاتوه الازاز ده اللي موجود في كل نيش في كل بيت مصري. وبيبقى ساده وبيبقى بالظبط، شكله صح. تقليدي جدا. انا خدته واشتغلنا عليه الشغل ده، برافو. وده كمان الشغل ده انا بدات فيه من قريب جدا، عشان انا كنت عامله ورشه فنيه بعلم فيها البنات ازاي يشتغلوا الشغل ده. عملنا ورشه كمان، عملت ورشه فنيه الفتره اللي فاتت، برافو.
والورشه دي بدات فيها ونزلت مع ناس اصحابي يعني، وتعلمت الشغل الجديد اللي هو الازاز زي الكاسات دي. انت عملتي ورشه اتعلمتي رحتي اتعلمتي اصلا؟ لا كنت ولا بعلم فيها، كنت بعلم فيها شغل الجربات والصواني والطارات كل الحاجات دي، وتعلمت منها. برافو. يعني مع الممارسه جبت حد كمان معايا بيشتغل على الحاجات الازاز، فتعلمت منه في نفس الوقت انا بقيت اعلمه. دي كاسات؟ اه ده كاس وده كاس. دي بقى بتتحط للعرايس، بتتحط في النيش، بس دي للاستخدام، للاستخدام مش للنيش. انا بكره فكره النيش جدا جدا. ايوه بالظبط، مش ما بحبهاش، موضوع روتيني ممل. فهدي الشغل اللي عليها ده بيبقى ملزوق ليزر، فما بيتحركش تمام، وفي نفس الوقت مكان للشرب ثابت. برافو عليكي يا دنيا، انا مبسوطه جدا بيكي وفخوره جدا بيكي. وعاوزاكي في نهايه فقرتنا تقدمي نصيحه للبنات والشباب اللي في سنك اللي لسه مش عارفين ياخدوا الخطوه ازاي. ان هم يبداوا، لان انا كنت فاكره ان الحياه العمليه دي حاجه كبيره جدا ومش هنعرف نبدا فيها، لان الموضوع اسهل مما تتخيل. وطول ما احنا بنعمل حاجه احنا بنحبها ما بنملش خالص، وهي الحياه لازم يكون فيها شويه صعوبات بس بنواجهها يعني. دنيا انا مبسوطه بيكي جدا وسعيده جدا ان انت كنت معايا النهارده، وبشكرك جدا جدا، وبتمنى لك البراند بتاعك في يوم من الايام هيكبر، وده اكيد يعني. انت لسه 19 سنه وعامله الشغل ده كله، فاكيد انت لما تكبري هيكون ليكي كيان كبير في الشغل ده. وطبعا بقول لك وبقول لكل الشباب والبنات ما يهملوش حرفه او هوايه زي دنيا وياخدوها مثل اعلى ليهم. شرفتيني النهارده يا دنيا، وطبعا هيكون لينا لقاءات تانية كتير اكيد. بشكرك جدا ان انت كنت معايا النهارده مشاهدينا، وبكده حلقتنا خلصت النهارده من برنامج صباحك عندنا، وانتظرونا الاسبوع القادم.